طيب، كولر كان ليه تفاصيل مهمه جدا قالها في المؤتمر الصحفي، وعلق على فكره عدم اقامه المباراه على استاد القاهره واقامتها في استاد السلام. نطلع نتابع تصريحات كولر ورامي ربيعه ونرجع عشان عندي تعليق على تصريحات مدرب الاهلي وكابتن فريق النادي الاهلي. بين جميع مورغان ده اتمنى ان شاء الله ان فريقي بكره تكون عندها قمه التركيز، الشراسه والرغبه، سواء في اللعب لقدام اللعب الهجومي. اتمنى ان الفرقه بكره تكون عندها كامل التركيز والشراسه والاصرار في الجزء الدفاعي كمان. بنتمنى ان الفرقه تكون في احسن حال. انا اعتقد ان الفريق ومتاكد ان الفريق مستعد كويس، واتمنى ان هم يظهروا بكره بالمستوى اللي هم يستحقوه. طبعا الموضوع مش زي اوروبا ان الواحد يقدر يحصل على معلومات بشكل غزير او يشوف اي فرقه في اي وقت في اي حاجه، ده مش متاح هنا بنفس القدر. لكن انا وده طبعا بيعطل شويه عمليه التحضير والتحليل، لكن انا حصلت على 3 مباريات كامله للفريق، قدرت ان انا اتفرج عليه كويس، قدرت ان انا احاول ان انا اطلع منه احسن اكبر قدر من المعلومات بحيث ان انا اقدر اديها للعيبه انها تبقى معاها معلومه كافيه عن الفرقه وطريقه لعبها وشكلها ونقاط قوه والضعف. فده هنقدر نتكلم فيه مع اللعيبه، لكن زي ما قلت لحضرتك الموضوع مش زي اوروبا ان انت تقدر تحصل على المعلومات بنفس السهوله. Ja, also grundsätzlich möchte ich immer gerne alle mit dabei haben. بالتأكيد لو الواحد بيسألني على اللي أنا نفسي فيه، نفسي طبعا لعيبتي تبقى معايا طول الوقت، كلهم سلام، كلهم طول الوقت معايا، لكن احنا فريق كبير وبالتالي عندنا لعيبة دولية كتير. اللعيبة الدولية مش المصريين بس، لكن عندنا كمان لعيبة دولية من جنوب أفريقيا أو مالي. بيبقى كمان غير للأسف كمان بيتم حساب الماتشات بوقت ضيق جدا بين الماتشات الدولية أو التوقف الدولي وبين الماتشات بتاع دوري الأبطال. كل مرة بنتعرض لنفس المشكلة دي مع وجود الطيران وتأخير الطيران، اللعيبة بتيجي متأخر، فكل ده طبعا بيعطل الأمور. لكن إن إحنا عندنا لعيبة عندها خبرات كبيرة، عارفة تتعامل مع المواقف ده، تتعامل مع المواقف ده كتير قبل كده. كمان بيبقى قراري في الاخر، انا بفكر ساعات ان بعض اللعيبه اقول طيب هل اريحه ان انا ما ينزلش من الاول، او ان انا اريحه الماتش ده اديله 2 3 كمان بحيث ان انا عشان ما يقعش مني الماتشات اللي بعد كده، افكر في المستقبل كمان. كل ده بيبقى قراري، لازم كل بحث كل ده مع بعض عشان اقدر اعمل قرار سليم. طبعا كلامك صح، ان لو الماتش اتاخد بثقه زياده بيبقى بيتقلب ضد الفريق اللي بياخده بثقه. دي في الكوره مش موجوده، يعني كل ماتش بتدخله بان انت عايز تاخد ال3 بونت في الاول، وتركز ان ده زي ما الراجل قال ان دي اول ماتش في البطوله، فبالنسبه لك انت بتبقى عايز تحقق الماتش زي ما مطلوب منك باداء وتفرح جمهورك، وفي نفس الوقت تاخد الماتش زي ما انت عايز. فالثقه الزياده دي مش موجوده في لعيبه الاهلي، انت بتاخد الماتش ان انت بتبقى بتركز عايز تجيب ال3 نقط، وده بس اللي بتبقى مركز عليه. الثقة الزيادة ده بيبقى سلاح ذو حدين زي ما اتكلم رامي ربيعة، لأن المباراة اللي زي دي رغم إن أنت ما بتلعبش منافس كبير أو ليه باع طويل في الكرة الإفريقية، ولكن مهم جدا ما يكونش عندك ثقة زائدة. لازم تركز في المباراة في ال90 دقيقة، ما تضمنش في أي لحظة من المباراة الكرة فيها تفاصيل كتيرة، ممكن لا قدر الله من لعبة أو من حركة تخسر نتيجة مباراة، فبالتالي مهم جدا التركيز طوال ال90 دقيقة. كولر على فكرة بخلاف تصريحاته ركز على نقطة مهمة جدا، اتكلم على موضوع نقل المباراة إلى استاد السلام بسبب غلق استاد القاهرة. والراجل كمدرب الحاجات اللي زي دي على فكرة تفاصيل فنية ممكن تفرق مع أي مدرب، ولكن هو شايف إن مسألة غلق الاستاد في التوقيت اللي زي ده وأنت داخل على أهم مسابقة دوري أبطال إفريقيا، دي أهم مسابقة في القارة الإفريقية وأهم من الدوري العام، فبالتالي كان شايف إن التوقيت مش مناسب وممكن يضر النادي الأهلي، ولكن هو هيتعايش مع المسألة ومع الموقف. اتمرن في ملعب التتش بالامس، والنهارده هيكون اول مباراه ليه على استاد السلام منذ فتره طويله، لان كولر على فكره كان له وجهه نظر انه عايز يلعب حتى مباراته الافريقيه على استاد المقاولين، ولكن استاد المقاولين ليس من الملاعب المعتمده. عشان كده الفتره اللي جايه لما الاهلي مش هيلعب في استاد القاهره مباراه الدوري هتلاقوه بيلعب في استاد المقاولين حتى مباراه سموحه اللي جايه. عموما ان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق للاهلي النهارده ويحرز ال3 نقاط لعل وعسى تكون المباراة الأولى والأخيرة، لأن مباراة شباب بروزداد يوم 9 ديسمبر الساعة 6 قبل السفر إلى السعودية يوم 11 ديسمبر وارد أنها تقام على استاد القاهرة، ولكن ده هيتحدد نهاية الأسبوع الجاري.